خلينا على الأطفال، لو الأم، طبعا احنا هلا في اللقاحات، جدول اللقاحات اللي هو إلزامي عند الأطفال، هو مثبت طبيا أنه بيحمي من أمراض خطيرة، لقاح السعال الديكي والام ام ار والشلة تبعه، أكيد أنت هذا الشيء. لو الأهل الأم لأسباب دينية قالت أنا ما بدي ابني يتلقى، راحت على التشيك بسموه تبع الأطفال، أنه المعاينة الدورية، فقال لها طيب الأطفال أنه لازم ياخذ أي لقاحات كذا وكذا وكذا، فقالت أنا لأسباب دينية ما بدي طفلي ياخذ اللقاح. شو راح يكون الجواب الأخلاقي؟ والله هي من اكثر المشاكل الاخلاقيه، يعني انت عم تسالني السؤال وراك مين؟ يعني هذا أنا من عم اكثر، أحكرك. هذا من هي من اكثر المواضيع اللي فيها نقاشات واختلافات ضمن المجتمع الاخلاقي الطبي، ولكن المجمل بيقول لك بدك تحترم رغبه الاهالي بهذا الموضوع على الرغم من كل شو البيانات التكييف الواضحه. الأخلاقي لإلها؟ شو التكييف الأخلاقي لإلها؟ لو قلنا الريسك بنفيت هون، هل واضح تماما إنه فعلا اللقاح أو مش فعلا اللقاح، إنه كان في ضرر محقق وأنت حميته باللقاح؟ شوي هو هون صراحة بناء على تعريفك على البيست انترست وعن الهارم، يعني شو هو الفائدة أو الضرر اللي رح يوقع بالمريض، وهون ما عاد النقاش حصريا طبي، لكن صار أيضا اجتماعي، لأنه هون لازم تاخذ بعين الاعتبار علاقة هذا الطفل بأهله، محبة أهله له، علاقة الأهل بعدين مع المجتمع الطبي. أنت ما بدك كمان تتعامل مع الأهل تقول لهم لا بدنا نلقحه غصب عنه، الولد تروح تعطيه اللقاحات كلياتها يقوم بعدين يصير يخافوا، وإذا مرض بيجيبوه لعندك بصير هن ما يعتنوا فيه يعني، أو يصير يخبوا عنك المرض تبعه. فكل هالأشياء بتتاخذ بعين الاعتبار، ولكن بما أن اللقاحات هي غير ملزمة فهذا هو السبب اللي بيسمحوا فيه، انه تمام. على مضض شديد جدا ومنكتبها، وكل ما اجوا على الفيزياتريشن تبعهم على طبيب الاطفال تبعهم بده يعطي لهم محاضره، وكل ما اجوا حتى بالمدارس بعثوا لهم انه ليش ما لكم لقاحين يعني. بس بالاخير يحترم رايهم لانه لا يعتبر اجراء طبي لازم وضروري ومنقذ للحياه. جميل جدا.